أسرة الحدث 24 تتمنى لكم رمضان مبارك كريم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المباشر هذا من مدينة مراكش، احنا الآن خلال هذه اللحظات التي كنتواجدوا بحي الشرف بمقاطعة جليز. أكيد أن هذه العين هذه أو لا الخطارات أو لا، يعني هي عين في الأصل كانت قديمة، عندها واحد تاريخ قديم، واحد تاريخ اللي هو كبير وكبير بزاف، لكن يعني في هذه الطرفية كانوا تستفدوا منها الناس. الآن وحنا في هذه الطرفية هذه ولات كتشكل واحد الخطر كبير على الساكنة، وخصوصا على التلاميذ ديال إحدى المؤسسات الإعدادية اللي كتواجد هنايا، وكذلك إحدى المؤسسات التعليم الخاص. متتبعينا الكرام، من أجل النقاش حول هذا الموضوع هذا، خصوصا اللي أثار ضجة مؤخرا بعد ما سقطت واحد السيدة بالدراجة النارية ديالها في إحدى يعني الخطارات اللي كتواجد هنايا، واللي اثرت واحد الضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك على الجرائد الالكترونيه. متابعينا الكرام، الان كنستضيفوا رئيس الفيدراليه ديال الجمعيات، نائب رئيس الفيدراليه ديال الجمعيات هنا، واللي غادي ورئيس جمعيه الاباء، ياك جمعيه الاباء. غادي نعرفوك، نخليوك انك تعرفنا براسك اكثر. تفضلوا معنا. السلام عليكم. احنا تنعاني من واحد المشكل اللي هو كبير. الاسم عفاك والصفه الاولى. هي بزاف. الربيع جليل، رئيس ولاديه الحديقه، رئيس جمعيه زين الدين بزاويه الاهليه الثانويه، نائب الاول لرئيس الفيدراليه منطقه الازدهار للوحده والتضامن. كنشكر بزاف هاد القضيه ديال الخطط، لان هادشي كان زمان بكري. هاد الوقت حنا ولينا بين السكان، ولاو الزور كاينين بين هاد الخطط والدراري، وهاد الخطط راجعين مؤديه للمدارس، ودراري صغار شحال خطره طاحوا لنا هنا الدراري وسط هاد الخطط. وهاد عبد ربي انا نزلت للخطره ونزلت وجبت الناس من تما. واحد النهار انا دايز من هنا، واحد الصديق ديالي عيط لي في التليفون قال لي دابا تجي، واحد البنت طايحه في الخطره. جيت نجري لقيناها طايحه، وجاب الله صور، هو اللي صور لي الفيديو، وجبناها من القلب. وكل ما شافهاش الانسان في هذاك الليله تما تبقى حتى تموت. الله يجزيكم بخير. حنا تنطلبوا السلطات المحليه باش تردم عنا هاد الخطره هادي، لان هاد الشيء ماشي ديال المعايير ديال وزاره الثقافه ولا شي ولا. حنا هاد الشيء حنا خصنا نحيدو، خصو يتردم وتكون التوسعه ديال الطريق. حنا ما فيها لا ما لا فيها حتى شيء، علاش ما تبقى هكا؟ تبقى خطر على 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 الساكنه. دابا التلاميذ ملي تيبغيو يخرجوا تيلقاو اشكال باش يدوزوا. انا شرط لك الاخ انه راه طاحوا دراري تلامذ، وانا جبتهم عبد ربي جبتهم من الخطاره. يعني هذا راه مؤسف بزاف. هادشي تنطلب من السلطات المحليه الله يجزيكم بخير، نعاود نكررها انه هادشي ما محتاجين ليه حنا، ما بغيناش. الا كان داكشي ديال المنظمات ولا ما سميتو، حنا ما حنا تيهمنا حنا كسكان، حنا اللي مجاورين هادشي، حنا اللي مجاورينو، حنا اللي تنعانيو، ماشي نتوما. نتوما غتقول لنا الثقافه وتقول لنا هذا وتقول لنا هذا، لا، حنا اللي مساكنين هنا عندنا حنا الضرر، حنا تنطلبوا الردم. لانه ما جاش انه شي بلاصه اللي هي سياحيه ولا ثقافيه اللي خصنا نشوفوا فيها ونقول انا جاي من السكان، اللهم انا هذا منكر. غادي نشوفوا يعني احد الفاعلين الجمعويين هنايا في مدينه مراكش. وعليكم السلام. الاسم عفاك والصفه. اسم الحاج المحجوب من المنطقه كاع. كبرت انا في هذه العين وكبرنا هنا، ولكن دابا حاليا ما بقى بها غرار. الجنانات اللي كانت تسقي في هذه العين نشفات من الماء. اذا بلا ما ندخلوا في لي ديتاي ديال سميتو اش خصو يدار لها اش كذا، خصها تردم. لانه هذوك الناس اللي تدعوا يرمموها يبانوا يديروا السياج ديالهم، يديروا هذه يبانوا للناس. دابا وليت تدوز من حدا هذا الحشم كاع تشوف فيها من التحت كلها مزباله، ومن الفوق كلها مخاطر. هذوك البيار والخطاطر كلهم ولاو مخاطر. لهذا تنطلبوا من الجهات المعنيه والجهات الوصيه على هذا الشيء باش دير حل للسكينه. راه السلطات راه ما فراسهمش، راه ملي مشت تبدلت السلطات على الولايه من عهد اللي نقول من عهد الوالي الشرايبي، الان ما حتى واحد ما تيعرفها في السلطات. كان الوالي الشرايبي وكان اللي قبل منه وكان اللي قبل منه تيجيو ليها كل شهر تيزوروها، وكانت نظيفه وسميتو الناس راهي الهيبه. دابا راه ولات عباره عن مزباله. هذا تنطلبوا من الان، عاود نكرر اللي قال الزميل ديالي،
اللي سبقنا سام الجليل هادشي خصو يتحيد صافي. بارك راه هو سبق هنا كانت يعني كانت محطوط لها واحد المشروع بواحد الميزانيه. مشروع من اهم المشاريع اللي فيها الا شتيها في داك التصميم ديال الماكيت غتقول احسن من كيليز باللي بارير ديال لينوكس بالجليل حتى من الكوتشي ديال الريف بلاصتو فين يوقف وجايب قال لك السائحه طبطو. واش كنكذبوا على روسنا ولا كنكذبوا على الناس ولا مرضى ولا مثلا كذبوا؟ يعني هذا الشيء كون دار بهذيك الطريقه كانت غادي تكون فكره مزيانه. هذه العمليه وغادي يحترموها الناس، غادي يحترموا العين الناس. اما دابا ولات تهدد السلامه والصحه ديال دابا ولات مضره على الناس. يلا سيدي تحياتي وكل شيء رشيد. عاود السكينه الفصليه سيدي الوسط رشيد المجني الكاتب العام في ديرانية المنار للمدة والتضامن بمطرح الازدهار. واحد من الفاعلين المدنيين في هذا الموضوع ديال هذه العين هذه ديال قطارات عين الطاير اللي كاينه في حي الشرف ما بين حي الشرف والياسمين والصنوبر. هذه العين هذه اللي ربما كانت موضوع ديال مجموعه ديال المرافعات ديال واحد مجموعه ديال الجمعيات في المنطقه تقريبا من 2012 والناس تجتمع وتتصل بالمسؤولين وتتراسل وتدير واحد المجموعه ديال المراسلات واحد المجموعه ديال الاجتماعات، ولكن في نهايه المطاف النتيجه ما كانت صفر، بمعنى انه ما كانت حتى شي نتيجه من هذه اللقاءات كلها. كانوا وعود ديال ان هذه العين غادي تعاود التثمين ديالها والحفاظ عليها كتراث ايكولوجي واحد في واحد المجموعه ديال المحطات، ولكن للاسف ربما من الحدث اللي كان وقع للطفل ريان ولات الافكار كلها تغيرت وتبدلت على اساس ان الناس كلها ولات عندها مطلب واحد هو الردم ديال هذه العين هذه، لانه ما بقات صالحه لحتى شي حاجه. ما بقى ما نسقيو بها، ما بقى حتى شي فائده منها، لانه حنا تنعرفوا نظام السقي بالقطارات ولا بالطرق بالاثقاب اللي كانت في الزمن القديم، ما بقاش الفائده منه. دابا كل المحيط السكني توسع، التوسع العمراني كاين، كاين مؤسسات تعليميه كثيره هنا خصوصيه وعموميه، كاينه سكينه كثيره وتتزاد نهار على نهار. والمنطقة تعرف واحد السعر العمراني خطير، وبالتالي بانه هاد 12% متر ديال المساحة ديال او المسافة الطول ديال هاد العين هادي او هاد القطارات تيبلغ 1200 متر طولية، بمعنى انه المسافة ديالها طويلة بزاف، وبالتالي تتخلق واحد العائق على مستوى الجمالية ديال المعمار، على مستوى السلامة والأمن ديال الناس، على مستوى الوقاية من واحد المجموعة ديال المشاكل اللي تيوقعوا. ومؤخرا راه تابع الرأي العام السقوط ديال السيدة اللي طاحت فيها مؤخرا هذه واحد الأسبوع ولا أسبوع ونص تقريبا، طاحت فيها واحد السيدة بالدراجة النارية ديالها، وكان الحدث مأساوي شوية صعيب. بالتالي هنايا الفعاليات المدنية ولا واحد المجموعة ديال الساكنة تيطلبوا برأي مطلب واحد هو انه هاد العين دير لها الحل. الحل كيبقى عند السلطات المختصة. هنا ملي كنهضروا على السلطات المختصة، المجلس الجماعي، ولاية الجهة، مؤسسة العمران حتى هي، لأن مؤسسة العمران بطبيعة الحال راه هي المجزئة لهاد العمليات كاملين، راه عندها واحد اليد كبيرة في هاد العملية هادي، وبالتالي تيخصها تدخل كطرف شريك في حل هاد الإشكال هذا. حل هذا المشكل ديال هذه القطاره هذه، بالتالي تيخص جميع الجهات، السلطات الحكوميه ولا وزارات ولا مجالس منتخبه، خصها تعطيني ودير واحد اللقاء انسيابي وتجلس مع الساكنه باش يحلوا هذه الكارثه هذه، لانه هذه كارثه بيئيه الان، ما بقاش كره ايكولوجي، ولات كارثه بيئيه، ملي تنشوفوا الزبل فيها وتنشوفوا البقايا ديال 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 البري كترمى فيها والخطر ديالها في الصيف مستوى السموم والعقارب الى غير ذلك، تتولي تشكل واحد الخطوره، بالتالي انه حفظ النفس اولى من اي شيء اخر. هنا بالتالي خصنا شويه نحضروا العقل ديالنا ونحضروا المقاصد الشريعه الاسلاميه اللي تتعطي الاولويه لحفظ النفس، لانه هذا كان تراث مائي زمان في الزمن القديم، الان ما بقات عنده حتى شي مصلحه نهائيا، ما بقات عندنا فيه حتى شي مصلحه، وبالتالي خصنا نمشيو للمرحله الاخرى اللي هو الردم ديال هذا الفضاء والتأهيل ديالو كمساحات خضراء والغرس ديالو الى غير ذلك.
ربما الرساله واضحه، هذه رساله موجهه للولايه، الجهه المجلس الجماعي، السلطات المنتخبه في مجلس مقاطعة الإليز، مؤسسه العمران وشركاء اخرين ممكن باش يفتوا هذه المشكله، لانه طول بزاف. راه من 2012 هذا المشكل اصلا، ان هذه العين هذه راه كانت في 1912 وحنا دابا في 2022، راه سنين وهي العمر ديالها، وبالتالي ما بقى حتى شي فائده منها. شكرا شكرا. طبعا الكرام كما تابعتوا معنا من خلال هذه المباشره هذه، فقد هذه التصريحات للفاعلين الجمعويين بمنطقه الشرف، يعني السطر هذا كما تكتبوا معنا هما السطر اللي سبق لواحد السيده وطاحت فيهم الدراجه الناريه ديالهم، كما كتشوفوا انه حتى القرب ديالهم من المؤسسات التعليميه كيشكل خطر اخر. متابعينا الكرام، العمق ديالهم فاخطر شيء هو العمق ديالهم اللي كاين في بعض الاحيان كما كتبوا معنا. متابعينا الكرام، غادي نحاولوا اننا غرقين بزاف، رغم انهم معلمه تاريخيه هاد الخطارات هادو، رغم انهم يعني كيشكلوا الكثير لمدينه مراكش، لكن الان الى ما تمش يعني الاستغلال ديالهم بطريقه اللي هي ناجعه، طريقه يعني يتم التسييج ديالهم او لا في هذه الحاله هذه، فتيبقى الحل الاخير هو الهدم. متابعينا الكرام خليكم معنا، غادي نحاولوا اننا نشوفوا من احد الساكنين. شكون شكون بيض؟ واش كاين شي واحد بيض سينا شي كلمه؟ شي واحد من الساكنه بيض سينا شي كلمه؟ شي واحد من الساكنه بيض سينا شي كلمه؟ ولكن سي بودر بارك الله فيك اسيدي، الله يبارك فيك. مرحبا، الاسم عافاك والصفه. فخر بير من احد استاذ متقاعد من التعاونيه السكنيه. اول حاجه بعدا نشكر مزيان انظرك جيت الخطر، نشكركم بعدا على دور عندي استاذ، نشكركم بعدا على هذا البديل هادي فهمنا، لانه هذا المشكل هذا تقريبا حنا راه المشروع ديناه راه 92 شريناه هادي وجهزناها ودرنا كل شيء، وراه تقريبا راه في 2006 راه حنا ساكنين وكان هذا المشكل هذا. الاغلبيه ديال الناس ما تعرفوش بانه هذا الشيء كله هو هذه كلها اللي كاينه من هنا تقريبا 10 متر على 130 متر ارض راه ديال التعاون. عطاتنا الرخصه تفرض عنا اننا نكحزوا على الخطر، نكحزوا على الخطر بهذه المسافه هذه ونخلوا، وهذا الشيء كان حنا من الاول كنا حتى الله ما نديروا فيه جريده نديرو فيها كرسي ولا فيها الوليدات تاعنا، ولكن اشنو هو المشكل؟ هو خطر ديال هذا الخطر. تيدوز الانسان بعدا بعد الخطرات هنا تيجي ياك ولا بس بديله تتسلق، راه شحال من واحد والله الا تكون خرج تنقول دابا يطيح دابا يطيح دابا، لانه دابا هذا الشيء اش خصو؟ خصو على الاقل تسيج تسيج، قلت له واحد القصه شويه بعض الله الا بيدوز ديك الساعه ما غادي يكون مشكل، ولكن باش تلقى عقبه حنا دابا راه المساله راه ماشي في الدماغ، كاين مسائل اخرى وكاين ناس اخرين وكاين هيئات اخرى اللي دخل في هذا الميدان. هذا راه ديك الساعه فاش مازال ماسكين تحت هنا راه هادي شنو كيدير باش تشد هذا الخضره هادي لا بيولوجي ولا الجيولوجي، عرفتي شحال من واحد يقدر يدير تسع دراهم، لانه هذا باش نقول لك راه داك الشيء اللي فيه راه غني غني، هو باش يترجم راه محيوش، ولكن يتسيج ويتكاد ويدير شويه ديال الربيع ويدير شويه ديال كذا يولي زعما غير المنظر ديالو بعدا هو الاول عاد راه الخطر تصويحيته. راه دابا هذيك السيده اللي طاحت ديك النار ماشي بوحدها، راه كاينين حالات اخرين قبل بالموترنيت وعلى رجليهم وداك الشيء، ولا واحد النار واحد السيد قسما بالله ما حداش والله الا بالطوموبيل بالله جاي وطلع فتت ليه الفولون ولا شوف عليه المهم وطلع طار تما فوسط والله الا طاح فوسطها بالطوموبيل
مشينا جبنا ديبوناج تقريبا باش جبنا باش ولينا حيدنا وجبنا ليه الطوموبيل وهزينا هو دينا للدارو دا واحد السيد صديق قال هنا الكلينيك شافوا ما المهم ما تضربش بعد لانه الطوموبيل هزات عليه وهادشي راه حالات كثيره يعني رسالتكم من كتوجهوها استاذ؟ رسالة من لمن كتوجهوها؟ حنا رسالة كنوجهوها المهم لأي أي 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 سلطة أو أي أي إدارة يمكن لها تدخل باش تحل هذا المشكل هذا فكاين المجلس الجامعي راه يمكن ليه المجلس الجامعي راه يمكن ليه لا هما راه إلا راه زعما خسير تكون هي تكون بديرة تكون شي بديرة ديال إن شاء الله حنا راه يمكننا نساعدوا بأي حاجة احنا التعاونية هنا حنا راه صدر رحب راه مرحبا راه أي حاجة بغاونا احتاجونا لها حنا مرحبا نعاونوهم في أي حاجة باش هاد الشيء أولا هاد المنطقة هذا كله هو اللي داير هكا أنتم بدا تشوفوه كيف يتقاد خاصو يتشي يتقاد إما تدار فيه جريدة فهمنا يبداو يفوجوا فيها التلامذة اللي كانوا راه المؤسسة هادي راه شحال ديال التلامذة تيقراو فيها يبداو يفوجوا راه عندهم شي وقيت خاو ولا شي حاجة يجيو يقعدوا ولكن ما يقطعوش هاد الطرق هادو شي واحد يزلق وسط الطيح ولا شي حاجة يدور دي باساج ماشي تدار كرياج ديز من الراس حتى للراس لا ايش دار بحال دابا كرياج بحال دابا بحال دابا شوف انت وريني بحال دابا هذا المحل هذا يدير فيه بحال الباساج ولكن يكون محمي من هنا ومحمي من هنا ماشي الا بغيت يدوز واحد الوليد صغير ولا شي حاجه ولا بدا تيلعب ولا شي حاجه ما يوقع حتى مشكل شكرا على متابعينا الكرام كما تابعتوا معنا كذا ديال الصراحات ديال الساكنه ديال التعاونيه السكنيه الخاصه بالرجال المساعدين هنايا بالشرف متابعينا الكرام في الاخر نبقى لنا نشكركم على حسن المتابعه في مباشر اخر ان شاء الله.